أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من ثنايا الخبر. بعد أيام قليلة فقط عن إعلان ثوار تجميد مشاركتهم بمفاوضات أستانا، لا يزال النظام يراوغ من خلال تصريحات رأسه بشار الأسد، والتي تقول إنه مستعد للتفاوض حول كل شيء، لكنه استبعد التطرق لمصيره خلال هذه المفاوضات، ولم ينسى أن يدس سؤاله الخبيث والمعروف: هل سيكون في الأستانا معارضة حقيقية؟ هل سيكون لها قواعد شعبية؟ فما هو مصير أستانا إذن؟ وهل سيكون النظام جاداً هذه المرة، وخصوصاً وأن رقبته أصبحت بيد الروس، أم أن للإيرانيين رأي آخر؟ وما هي خيارات المعارضة السورية في حال فشل المفاوضات؟ وفي ملفنا الثاني مشاهدينا سنناقش الخروقات الأمنية في مناطق الثوار، وخصوصا بعد التفجير الانتحاري الأخير الذي ضرب عمق مدينة عزاز قرب الحدود التركية. فهل فعلا يقف تنظيم الدولة وراء هذا التفجير، أم أن أذناب النظام ومخابراته هم الحاضرون الغائبون في هذه الخروقات الأمنية بعد أن تبين للقاصي والداني ما حصل في أحياء حلب الشرقية قبل سقوطها بيد الميليشيات الإيرانية؟ سنناقش كل هذه الأمور وأكثر مع ضيوفنا القيادي في الكتلة الوطنية الجامعة الأستاذ مضر حماد الأسعد، والمحلل السياسي والمعارض المستقل جميل عمار، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لنناقش في ملفنا الأول تجميد محادثات الأستانا وتصريحات رأس النظام بشار الأسد بهذا الخصوص، ونشاهد التقرير الآتي ونعود إلى النقاش. الجدل المثار حول المفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخستانية أستانا بين النظام وبين فصائل الثورة السورية والمعارضة أواخر الشهر الجاري، زاده تصريح بشار الأسد الأخير للصحافة الفرنسية بأن مصيره مرتبط بالدستور، زاده غموضا ما يعني استبعاد نقاش إزاحته عن الحكم في هذه المفاوضات. Bring president or get rid of president. So if they want to change to discuss this point, they have to discuss the constitution. وما زال الغموض يلف طبيعة المفاوضات التي دعت إليها روسيا، بينما تشترط تركيا مشاركة ممثلي المعارضة الحقيقيين وعدم مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في المفاوضات وسط تجاذبات مع إيران، على خلفية اتهامات أنقرة لميليشيات إيرانية بخرق الاتفاق الهش أصلا. وردا على الاتهام التركي، قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية برهام قاسمي إن طهران كشريك في الاتفاق الثلاثي مع موسكو وأنقرة تؤكد على ضرورة تطبيق الاتفاق، وتنتظر من تركيا أن تكون طرفا في هذا الاتفاق وألا تتخذ موقفا آخر يخالف الواقع، معتبرا التصريحات التركية غير المسؤولة تزيد الأمور تعقيدا. ويرى مراقبون أن مفاوضات أستانا تختلف عن مفاوضات جنيف بغياب الدور الأمريكي والعربي وغياب الأمم المتحدة والهيئة العليا للمفاوضات، وهي مقدمة للمفاوضات النهائية في سويسرا، وجاءت كنتيجة مباشرة لسقوط حلب بيد قوة النظام، ما أكسب النظام وحلفائه ورقة ضغط تفاوضية كبيرة. على الأرض، عدد من الفصائل الثورية الموقعة على اتفاق أنقرة توعدت بالرد على خرق الاتفاق بإشعال الجبهات في مختلف المناطق السورية، معتبرة أن الهدنة انهارت بعد عجز روسيا عن الالتزام بوعودها بضبط النظام وإيران وإجبارهما على وقف إطلاق النار. وكانت قوة النظام والميليشيات الطائفية المساندة لها صعدت أمس الأحد قصفها على قرى وادي بردة بعد تهديدات لضابط روسي بإبادة المنطقة في حال لم توافق الفصائل المقاتلة والأهالي على شروط التسوية التي وضعتها موسكو. هذا المحارب، الله أكبر. يظل الترقب قائما أيضا حول إمكانية صمود وقف إطلاق النار وفقا للمعطيات، غير أن الطريق المؤدي إلى أستانا ليس معبدا بالنيات الحسنة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا بضيوف الكرام مجددا، وأبدأ مع الأستاذ جميل. أهلا بك أستاذ جميل عمار. أهلا يا مرحبا أستاذ جميل. الأسد وخلال مقابلة له مع وسائل إعلامية فرنسية قال إنه مستعد للتفاوض حول كل شيء في الأستانة، هل هو مستعد فعلا لذلك؟
بالطبع لا، لأنه في كلامه أشار إلى أنه من هي المعارضة، هل ستكون المعارضة سعودية أم فرنسية أم بريطانية؟ المقصود أنه يعني سوف يستثني المعارضة كهيئة التفاوض أو ربما تشكيل ائتلاف، ويسعى إلى أن تكون المعارضة هي المعارضة المدجنة في الداخل التي لا يكون لها أي اعتراض على بقائه في السلطة. ولذلك يعني هذا الحديث المبطن بشكل أو بآخر يوحي أنه غير مستعد نهائيا للتفاوض، نعم أن يعني يقبل بالذهاب إلى الاستانة، ولكن يريد أن يرتب فريق النظام، وبنفس الوقت يريد أن يرتب حتى فريق المعارضة. فأي نوع من التفاوض هذا، أي نوع من القبول للتفاوض؟ طيب برأيك يعني ألا ترى أن الأسد قد تعرض ربما لأوامر روسية لتقديم تنازلات حقيقية في الأستانة، وخصوصا بعد التقارب الروسي التركي، وتصريحاته هذه مجرد يعني تصريحات ليس إلا. نحن حتى الآن نشك بأن روسيا تمارس ضغط حقيقي. لو روسيا تمارس ضغط حقيقي لتوقف القصف في وادي بردة، وكان أكيد النظام يعني استكان ورضخ لاتفاق وقف إطلاق النار. أيوة. عدم قبوله بوقف إطلاق النار أو حتى استمرار اختراقات اللي يقوم فيها توحي تماما إلى أن روسيا ما زالت حتى الآن يعني ليست محايدة في موضوع نعم الهدنة هذه واتفاق الهدنة، وإنما حتى الآن ما زالت تلعب دور إلى طرف النظام. وتصريح المسؤول العسكري فيما يخص موضوع وادي بردة بلد. بالضغط نعم على الثوار والأهالي بالرضوخ إلى الشروط لعملية نسميها استسلام بشكل أو بآخر، يوحي أن روسيا ما زالت إلى حد الآن إلى في الضفة اللي هي بتضم النظام بشكل أو نعم بآخر. وخصوصا أنت أتيت على ذكر هذا القائد العسكري، وقد هدد يعني بحرق الأخضر واليابس في وادي بالضبط بردة بالفعل. طيب بالضبط. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ مضر. أستاذ مضر أهلا بك أولا. مساء الخير، أهلا وسهلا. نعم أستاذ مضر، يعني ما تفسيرك لقول الأسد إنه مستعد لبحث منصب الرئاسة في هذه المحادثات لكن عبر الدستور؟ هو الدستور هو من يحدد كيف سيأتي الرئيس وكيف سيزاح من منصبه، وعليهم أن يناقشوا إذن موضوع الدستور. يعني أولا بصراحة نقول بأن الأسد يراوغ، يكذب، يمارس التقية أمام أقرب المقربين أيوة وأمام الناس وأمام العالم وأمام المجتمع الدولي وأمام حتى الأصدقاء له. الأسد لا يمكن أن يكون صادقا فيما يقول، هو يريد أن يماطل كل ذلك من أجل البقاء على كرسي الرئاسة، وقالها قبل ذلك بقيتان في بداية الثورة بأن الأسد أو بأن النظام يريدون إعادة سوريا إلى 8 ملايين، إلى عام 1970، أي الإبقاء على تلك الشعب السوري، أيوة وهم حقيقة مارسوا ذلك وفعلوا ذلك. نعم الأمور التي ستجري في الأستانة لا شك بأن هناك تصميم من بعض الدول على إنجاح مؤتمر الأستانة، وهناك بعض الدول تمارس الكذب والمراوغة وتريد المشاركة هناك من أجل المماطلة ومن أجل تثبيت بقاء الأسد على رئاسة سوريا. ولكن بشكل عام الأسد يماطل بالوقت، وهو يريد أن يكسب بالوقت، وهو يريد أن يكسب المجتمع الدولي من خلال هذه التصريحات الرنانة، ولكن المجتمع الدولي عارف ويعرف ما يقوله الأسد من حيث المراوغة ومن حيث الكذب والبهتان والزور، وخاصة فيما يعلنه عن وجود الإرهابيين في سوريا، والعالم يعرف أن الإرهاب صنعه الأسد وأن الإرهاب هو الذي جلبته إيران، ومن خلال الميليشيات الإرهابية أو من خلال دعمهم من تحت الطاولة للعصابات الإرهابية حتى إذا كانت داعش وأخواتها، وكذلك دعمهم المفضوح والعلني لميليشيا البيتية والأسايش وما لف لفهم. ولكن بصراحة يعني ولكن ما دول يقوله الأسد والنظام الأسد هو كذب طيب. وبهتان وزور. طيب يعني أستاذ مضر، أنت تحدثت يعني كلام جميل جدا، وأنت تقول أن دول العالم كلها تعلم أن النظام هو من أتى بالإرهاب وهو الذي غذى الإرهاب وما إلى هنالك. طيب ما دام أن هذه الدول تعلم أنه غذى الإرهاب، هل هي من مصلحة هذه الدول أن يبقى هو فعلا، أم أن هذه الدول ترى ما الذي لا نراه نحن، وأن بالفعل نظام الأسد إن هو بقي فهو سوف يقضي على الإرهاب؟ نعم، دول العالم استفادت كثيرا مما يجري في سوريا.
فقد غادرها أغلب الإرهابيين الموجودين لديها، غادروا إلى سوريا وأصبحت هي مجمع الإرهابيين في العالم، وأمريكا أو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول العربية فهي قد تخلصت من كل الإرهابيين الموجودين لديها وأرسلتهم إلى سوريا لكي يتقاتلوا ويقتلوا ويقتلوا في سوريا. لذلك هناك رضا عام، وهذا الرضا نحن نلاحظه حاليا من خلال عدم دعمهم للجيش الحر الذي يحارب داعش والعصابات الإرهابية، ومن خلال تقديمهم للسلاح إلى العصابات الإرهابية بينما هم يمنعون السلاح عن الشعب السوري لكي يدافع عن نفسه. ولاحظنا ذلك من خلال ما قامت به البيدة وما قامت به داعش، حيث ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري، وبعد ذلك جاء التدخل لحزب الله والميليشيات الإيرانية والعراقية الذين عاشوا فسادا في سوريا. ورغم ذلك نجد بأن المجتمع الدولي وحتى جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي هم في حالة من الثبات، ولهذا نحن نقول بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل شركاء في قتل الشعب السوري وفي تدمير سوريا، وهذا الأمر هو مخطط له وليس جاء هكذا. نعم. بل هناك مدروس يعني. أوامر عليا من أجل تدمير سوريا وتهجير الشعب السوري والبقاء على سوريا ضعيفة مفككة مدمرة وبقاء الأسد على رأسه، على رأس الخراب. طيب بالعودة للأستاذ جميل عمار، أستاذ جميل، هل ترى إذن أن النظام يعني سيذهب إلى الأستانة هكذا للتسلية فقط والاستهزاء، يعني وخصوصا وأن بشار أسد قال في تصريحاته عن مفاوضات الأستانة بالحرف سنذهب، ولكن من سيكون فيها من الطرف الآخر، وهل ستكون معارضة حقيقية لها قواعد شعبية؟ نعم. ما هو مطلوب من الأستانة؟ يعني الحقيقة هو الاستغراب أن ننتظر من الأسد أن يذهب على قدمي لينهي نفسه بشكل أو بآخر سياسيا وعسكريا وكنظام. يعني عملية الانتظار من الأستانة أو من أي مؤتمر من هذا النوع أن يكون الأسد مشارك فيه بطريقة حقيقية وفعلية حتى ينهي حالة الأسد، فهذا بتهيألي نوع من إضاعة الوقت. لن يذهب الأسد بوفد يسلم مفاتيح السلطة للمعارضة أو حتى ليشارك المعارضة بجزء سيادي من السلطة في سوريا، ولذلك انتظار موضوع حل سياسي من خلال مؤتمرات من هذا النوع إضاعة للوقت، إضاعة للوقت وهدر للحقيقة لدماء ولوقت ثمين ممكن أن يعني توظيفه في مجال آخر. حاليا لا يمكن بأي حال أحوال بعد ما النظام عنده إحساس أو عنده نشوة انتصار خلينا نسميها فيما يسمى بإخراج المسلحين من حلب، أن يقدم أي تنازل فيما يخص موضوع سيادته على النظام، فكيف سيقدم رأس الأسد في على طبق من المفاوضات؟ يعني هذا بتهيألي نوع من عملية الطرف السياسي عندما نذهب إلى مفاوضات من هذا القبيل وننتظر أن يقدم الأسد نفسه خارج السلطة. طيب ولما وضع شروط لتشكيلة الطرف الآخر من المعارضة، هذه أنا أول مرة بسمع أنه إذا أنا بدي أشارك بمفاوضات أن أضع فيتو على تشكيل الطرف الآخر. أيوة. معناتها هذه شروط مسبقة أنه أنا ما بدي الفريق تبع المعارضة أن يكون سعودي ولا فرنسي ولا بريطاني، يعني أنا بدي أستثني هيئة المفاوضات اللي هي بإقرار من قبل المجتمع الدولي هي المسؤولة عن قيادة المفاوضات مع النظام، استبعدها تماما. إذن يجب أن نبحث عن تشكيل آخر يرضي النظام، يعني تفصيل آخر قد يكون مجموعة كازاخستان السابقة، مجموعة موسكو، المعارضة الداخلية المدجنة. طيب يعني بديهم تفصيل على المآسو، يعني مع بقاء الأسد إلى نهاية فترته، إلى نهاية 2021. طيب يعني قبل أن أنتقل للأستاذ مضر، يعني أريد أن أستفسر منك على نقطة أستاذ جميل. يعني أسامة أبو زيد تحدث منذ يوم تقريبا وقال يعني سوف يتم إيقاف إطلاق النار في تحديدا في حمص في حي الوعر وأيضا في وادي بردة وفي الريف الدمشقي بشكل كامل، رغما عن أنف النظام وعن الميليشيات الإيرانية وأيضا عن حزب الله، وبرر كلامه هذا بأن الروس سوف يجبرون النظام على الرضوخ لهذه الشروط.
ما رأيك بهذه التصريحات إذا؟ هل هي يعني ما رأيك بها؟ هل يعني هي صحيحة؟ انا استغرب تماما من اسامه وزيد، مجرد طلع وصرح انه هنالك ورقتين للتفاوض وهنالك ما يشبه الخديعه. أيوه يفترض مجرد انه شعرت انه هنالك خديعه من قبل الروس ان اعطي انذار يتجاوز 6 ساعات الى 12 ساعه، وانا في حلم من عمليه الهدنه تماما ومن التوقيعات التي تمت فيما يخص موضوع الهدنه على الاقل. اما انه اضع ما يسمى انه تجميد المباحثات فيما يخص الذهاب الى الستانه، هذا يعني انه انا مستمر في موضوع الهدنه، هذا انه تجميد الهدنه، هذا كلام عباره عن يعني كلام مطاط يعطي فرصه اضافيه للنظام حتى يعني يتمادى اكثر في عمليه قصفه لوادي برده، وربما حتى لياخذ اكثر بتحركه اتجاه عين الفيج وما شابه ذلك. يفترض أن يكون هنالك إنذار محدد بفترة زمنية قصيرة جدا، 6 ساعات أو 12 ساعة، إذا لم يمتثل النظام إلى وقف إطلاق النار، إذا لم تتدخل روسيا وفق تعهداتها لترغم النظام على إيقاف القصف تماما، أيوة. فكل القوى التي الحراك العسكري للثوري الذي وقع على هذه الهدنة فهو بحل منها تماما، ويجب مباشرة أن تباشر تلك القوى بشكل أو بآخر نوع من عمليات التصعيد العسكري. طيب أعود إلى الأستاذ مضر. أستاذ مضر، يعني أحمد رمضان عضو الهيئة السياسية في الائتلاف وفي تصريح خاص لحلب اليوم قبل يعني ساعات قليلة قال الأستانة هي محاولة روسية لحرف المسار والتملص من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعيات جنيف في كافة إصداراته. ألا يعتبر هذا الكلام منطقيا جدا؟ نعم، هذا كلام منطقي، وروسيا تريد أن يكون الحل من طرفها، وتريد أن يكون الحل هو روسيا 100%. روسيا بعد تدخلها عسكريا والسماح لها من قبل أمريكا بالتدخل العسكري في سوريا، هي حاليا تريد أن تكون الأقوى سياسيا والأقوى عسكريا والأقوى أمنيا في سوريا، لذلك هي عملت على هذه الهدنة وتريد فرضها من أجل إقناع المجتمع الدولي على أن روسيا هي القطب الأول فيما يجري في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط بعد أن خسرت في العراق وبعد أن خرجت مهزومة في ليبيا وفي باقي الدول العربية الأخرى أو منطقة الشرق الأوسط، لذلك هي تريد أن تكون ساحتها الرئيسية حاليا هي سوريا، ولهذا هي عملت الهدنة مع كتائب الجيش الحر رغم أنها اخترقت الهدنة في كثير من المواقع، وهي حقيقة نقضت الهدنة في دير الزور. بالأمس قامت بتدمير الكثير من المناطق في دير الزور ونتج عن ذلك عشرات الشهداء والجرحى، وكذلك في وادي بردة وفي ريف إدلب. لذلك روسيا نعم ممكن هي تريد الحل، ولكن تريد الحل الروسي والحل الروسي الخالص 100%، رغم بأن هناك ضغوط دولية على روسيا من قبل تركيا أو قطر أو السعودية من أجل تغيير هذا المنهاج الروسي الذي متماهي جدا جدا مع النظام السوري، ولكن يبدو بأن الأمور هي من أجل إبعاد الأمم المتحدة ومن أجل إبعاد مجلس الأمن الدولي وخاصة قرارات جنيف 1 و2 التي تقول بأن هيئة الحكم الانتقالي هي الحل الوحيد والحل الأسلم لسوريا في المرحلة القادمة. طيب بالعودة إلى أستاذ جميل، أستاذ جميل، أستاذ أحمد رمضان أيضا قال إن روسيا تريد استبعاد الهيئة العليا للمفاوضات والمنبثقة عن الائتلاف لتستبدلها بقوى عسكرية ومعارضات أخرى تربت، يعني بما معناه تربت في حضن روسيا. هنا ألا يساوي الرجل بين معارضات النظام المفبركة والفصائل العسكرية العاملة على الأرض؟ أصلا ما حدد بالضبط ما هي الفصائل العسكرية العاملة على الأرض. هنالك فصائل عسكرية قام خلينا نسميها اللي هي القوات الديمقراطية وما شابه ذلك يمكن أن تأخذ هذا الدور. استبعاد هيئة مفاوضات محاولة لإحراج أمريكا بشكل أو بآخر، ولكن نحن ما ننسى أن قرار مجلس الأمن أشار إلى جنيف بشكل جدا واضح، هذا لا يعني أنه أعطى الشرعية الكاملة تماما للأستانة، يعني أصر على أنه قرارات مجلس الأمن، أصر على أنه هنالك موعد آخر سيتم قراره بالنسبة لجنيف 4 خلينا نسميها،
جنيف 4 هي التي ستخرج بالأخير بالشكل النهائي. محاولة الروس حاليا عملية أنه قبل وصول ترامب أن يتم ترتيب ما بشكل أو بآخر يأخذ عليه قرار خطي من المعارضة والنظام، بالتالي حتكون عملية لن تصل إلى نتيجة، لأنه مع تعنت النظام بعدم القرار وقف إطلاق النار بدي أخر المرحلة هذه. نحن وصول ترامب إلى الحكم استلامه للبيت الأبيض سيكون تقريبا بحدود 20 أو 25 بالشهر، معناتها سيتولى مباشرة الحراك. حاليا أمريكا خارج التغطية إلى حد ما، لكن في النهاية لابد من العودة إلى مجلس الأمن، لابد من العودة إلى الأمم المتحدة، لابد من العودة إلى جنيف. الستانة لن تحل إشكال ما معين. عدم دعوة هيئة المفاوضات هي بالضرب، يعني هي خلينا نسميها توجيه من النظام بشكل أو بآخر، الهدف منه يعني تلبية لرغبة النظام بشكل أو بآخر، وهذا واضح كان تماما من كلام بشار أسد عندما قال يجب أن لا تكون معارضة سعودية، يعني يجب أن لا تكون هنالك هيئة مفاوضات موجودة في الأستانة. لذلك حتى الآن وهذا الخلاف القائم بين روسيا وتركيا فيما يخص موضوع هيئة المفاوضات، أنا بتهيالي نتمنى تماما أنه هيئة المفاوضات العليا ما تشارك، وطبعا نتمنى الائتلاف أن لا يشارك أيضا، والقوة الفعالة أكثر على في الداخل في الحراك العسكري لا تشارك، يطلع المؤتمر أشبه بمؤتمر الأستانة السابق، يعني يتمخض على لا شيء. يعني يشاركوا به يعني المعارضات المفبركة يعني والأسامي المدجنة، المعارضات المدجنة والقوى العسكرية، أن يستمر الأسد طيب. إلى نهاية ولايته، أن يتولى بعد ابنه يعني يلعبوا في الدستور ويقولوا ممكن أنه يكون الرئيس عمره 25 سنة، يعني والقوات العسكرية أيضا، القوات العسكرية تقصد، وربما يقصد أيضا تقصد بالقوات العسكرية هي يعني قوات قصد وقوات البي كي كي وما إلى هنالك، هذه التشكيلات اللي ممكن تذهب. ولذلك نحن ممكن نفسر العملية اللي تمت في عزاز ضمن هذا الإطار، هذه إحدى تفسيراتها. أيوة. يعني العملية اللي تمت في عزاز، لماذا كانت في عزاز لم تكن في عفرين؟ وهذه إحدى مخاوف الأستاذ أحمد رمضان يعني من خلال تصريحه لحلب اليوم منذ قليل. طيب يعني ألا ترى أن الهيئة العليا كان لها مواقف مشرفة؟ السؤال طبعا للأستاذ مدر حماد الأسعد، ألا ترى أن الهيئة مواقف مشرفة سابقا، والائتلاف أيضا إذ رفضت سابقا الذهاب لمفاوضات القاهرة وللكثير من المفاوضات ذات إملاءات الروسية؟ لا شك بأن الهيئة العليا للمفاوضات حتى الآن هي جيدة في مسارها، اتخذت قرارات مبدئية، وخاصة في التصريحات الأخيرة والتصريحات الأولى والأخيرة للمنسق العام الدكتور رياض حجاب من خلال جولاته في الاتحاد الأوروبي أو في بعض الدول العربية والأوروبية، فهو قد صرح أكثر من مرة بأن مبادئ الثورة السورية لا يمكن تخطيها، مبادئ الشعب السوري لا يمكن تخطيها، ولذلك هناك ثبات في رأي وقرارات هيئة المفاوضات، وهذا الأمر حقيقة يعطي الدافع ويعطي الأمل من أجل التماسك ومن أجل الإجماع الشعبي مع هيئة المفاوضات للخروج بنتيجة تكون هي لمصلحة الشعب. ولكن روسيا وجدت بذلك بأن هي تناقض، وبأن هيئة المفاوضات لا يمكن أن تكون انبطاحية مع القرارات الروسية ومع ما تريده روسيا وما تريده بعض الدول المساندة لنظام الأسد، لذلك هم يريدون حاليا إبعاد هيئة المفاوضات عن مؤتمر الأستانة أو عن أي مؤتمرات قادمة، أو إشراك بعض معارضة موسكو أو معارضة النظام السوري أمثال قدر جميل وغيرهم من الأحزاب التي صنعت المخابرات السورية داخل سوريا وجعلت منها معارضة من أجل إلصاقهم بهيئة المفاوضات، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، لأن هيئة المفاوضات قد اتخذت قرارا حاسما لا يمكن أن يدخل إليه الذين يقفون ضد الشعب السوري وضد إرادة الشعب السوري وضد أهداف الشعب السوري التي خرج من أجلها في الثورة السورية.
طيب مشاهدينا الكرام وضيوف الكرام، أيضا سنناقش في القسم الثاني تفجيرات إعزاز والخروقات الأمنية داخل مناطق الثوار بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. تعرضت مدينة إعزاز لتفجير انتحاري ما تسبب بسقوط عشرات الجرحى والشهداء، فمن الفاعل ولماذا؟ لماذا تكرر الأمر كثيرا في الآونة الأخيرة في مناطق الثوار؟ نتابع التقرير التالي ونعود معا ومع الضيوف إلى النقاش. انفجار ضخم يهز مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي ناجم عن انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر المحكمة الشرعية في المدينة وسط منطقة مكتظة بالمدنيين. فجر انتحاري صهريجا للمحروقات بداخله كميات من المتفجرات بعدما تسلل إلى داخل المدينة محيلا عشرات الأشخاص إلى أشلاء، في حين اندلعت حرائق كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وسارعت فرق الإنقاذ التي عجزت عن احتواء هذا الكم الهائل من الجرحى إلى إسعاف المصابين، فيما غصت مشافي المدينة بالجرحى الذين قضى معظمهم حرقا. كما تشاهدون الانفجار الذي استهدف المحكمة الشرعية في إعزاز، حيث كان الانفجار على بعد أمتار من حاجز المحكمة. نشاهد أعمدة الدخان التي تصاعد، أشلاء المدنيين في الأراضي. لا يفعل هذا الإجرام إلا من فعله إلا هو نسبة لتنظيم داعش الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والكوادر التي تبني هذا البلد. 40 شخصا وثقتهم الجهات الطبية في حصيلة أولية للانفجار الأكثر دموية في المدينة، بينما رجحت ذات المصادر إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في الساعات القليلة المقبلة. مدينة إعزاز كانت المدينة الأكثر تعرضا للهجمات المشابهة من قبل تنظيم الدولة منذ تأسيسه في نيسان 2013، فقد شهدت المدينة سلسلة من التفجيرات عبر سيارات ملغمة استهدفت في معظمها مقرات الفصائل العسكرية المنتشرة في المدينة، وأسفرت عن استشهاد نحو 100 شخص جلهم من المدنيين. أهالي وناشطون من مدينة إعزاز اتهموا تنظيم الدولة بالوقوف وراء التفجير، التنظيم الذي عرف باتباعه سياسة تفجير السيارات الملغمة في هجماته ضد مناطق الثوار، لكن الناشطين اتهموا الجهات الأمنية المنتشرة في إعزاز بالتقصير عن ضبط أمن المدينة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ضيوف الكرام، شاهدنا التقرير سوية. نبدأ مع الأستاذ مضر، هل برأيك تنظيم الدولة هو وراء الانفجار أم أن هنالك أياد أخرى؟ نعم، ما حدث في مدينة إعزاز بالحقيقة هو جريمة مروعة بحق الإنسانية. كان وراء ذلك المكتب الأمني أو المركز الأمني للنظام السوري الموجود في مدينة عكرين، والمشكل والمؤلف من عصابات البككة البيدة ومن حزب الله. هؤلاء يشكلون مكتبا أمنيا في عفرين، مهمته إجراء تفجيرات واغتيالات وقتل للثوار وللأحرار في المناطق المحررة. هم من قاموا بهذا الفعل الإجرامي في مدينة إعزاز، وهم من قاموا في الأفعال السابقة من اغتيالات وتفجيرات في ريف إدلب وريف حلب وريف الرقة والمناطق المجاورة لمدينة عفرين. لا شك بأن الصهريج الذي تم تعبئته بالتي تم تجهيزه في مدينة عفرين، وبعد ذلك دخل إلى مدينة إعزاز، وسبق دخوله إلى مدينة إعزاز دخول 4 أشخاص من مدينة عفرين، وهؤلاء قاموا بمراقبة الطرق، قاموا بتسهيل وصول الصهريج إلى مدينة إعزاز، ودخلوا إلى مدينة إعزاز قبل دخول الصهريج بحوالي ساعة من الزمن، وجهزوا حتى مكان وقوف الصهريج أمام المحكمة، محكمة إعزاز. هم قاموا بتهيئة الجو، هؤلاء كانوا يحملون معهم
عالية الدقة، أجهزة تقنية وكذلك أسلحة كاتمة للصوت، ومن ثم قاموا بتفجير الصهريج الذي أدى إلى استشهاد 72 مدنيا بالإضافة إلى جرح العشرات من الأبرياء. هذه المعلومات هي وصلتنا من خلال الاختراقات الموجودة لدى النظام السوري في دمشق. كذلك هم حقيقة سرقوا بعض الكتائب الموجودة في عزاز، وبعض الكتائب التي أعلنت على أنها هي كتائب مجاهدة مثل داعش وجبهة النصرة. حقيقة لديهم اختراقات كثيرة، هم يتعاملون بحرفنة أمنية كبيرة جدا، ولذلك سهلت لهم هذه التفجيرات، وكذلك قاموا باغتيالات عديدة. طيب. ولشخصيات كبيرة جدا ثورية ومن مختلف أثناء الشعب. طيب، يعني تتحدث عن معلومات أنت استطعت الحصول عليها من خلال خروقات من النظام من داخل دمشق، هل لديك وثائق لكي تظهرها للعنان لكي توثق يعني هذا الأمر؟ نعم، كل الأمور هي موثقة، وسبق هذه الجهات الأمنية التي اخترقت النظام السوري بأن تقدم لنا معلومات أمنية غاية الأهمية، وتم إيصالها إلى كتائب الجيش الحر وإلى الثوار داخل سوريا، ومنعنا حقيقة عشرات العمليات والتفجيرات الإرهابية، وكنا السبب في إيقاف نزيف الدم في الكثير من المناطق والكثير من القرى، وكنا السبب في عدم اغتيال الكثير من الشخصيات الثورية والشخصيات الاجتماعية في المناطق المحررة. لذلك نحن نتمنى من كتائب الجيش الحر ومن الكتائب المرابطة حول عزاز أو حول المدن الأخرى بأن يتنبهوا على أن هناك اختراقات كبيرة جدا للنظام السوري وحزب الله وعقابات البيجة. طيب. الذين يهدفون إلى تهجير الشعب السوري وإلى تدمير سوريا وإلى وعد الثورة وبقاء بشار الأسد. لذلك حاليا هناك تجهيزات كبيرة كذلك من أجل إقامة تفجيرات في مدينة إدلب وفي ريف حلب وفي جرابلس وفي الراعي وفي المناطق المحررة، وخاصة التي تقع تحت سيطرة درع الفرات. لذلك نحن نتمنى من الجيش الحر بأن يكون منتبها لهذه الأفعال الإجرامية من قبل تلك العصابات، ولا شك بأن داعش هي تفعل وتعمل لصالح النظام السوري، وهم حقيقة دخلوا إلى هذه المناطق بحجة أنهم ثوار، ولكنهم هم أعداء وأعداء للإنسانية وأعداء للشعب السوري عامة. طيب أستاذ جميل، هل توافق الأستاذ مضر حول معلوماته وما طرحه الآن؟ الحقيقة أنا ما سمعت حديث ضيفك نهائياً. طيب. لأنه يبدو مش على السكايب، هو على الهاتف. طيب راح سأعيد لك، يعني قال باختصار ليس تنظيم الدولة هو من قام بتفجيرات إعزاز، ومن قام بتفجيرات إعزاز هنالك معلومات موثقة لديه من خلال خروقات من قلب النظام ومن دمشق، أن هنالك يعني كما يقال عملاء للنظام خططوا للأمر من الحزب الله اللبناني ومن البيكيكي في عفرين تحديدا، وهنالك 4 أشخاص دخلوا ورسموا الطريق وحددوا أين يقف الصهريج وكيف يتفجر الصهريج، وهؤلاء هم مسؤولون أيضا عن كثير من عمليات الاغتيالات التي حصلت في إدلب وغير إدلب للقادة الكبار. يعني أنا بالنسبة لي لا أميز كثير بين داعش وبين النظام وبين البيكيكي، يعني كلتهم في الأخير يعني بشكل أو بآخر بودونا للنظام. يعني داعش صنيعة النظام، والبيكي هو حليف للنظام، وحزب الله نفس الشيء. فأي فصيل من هالفصائل هذه بيقوم بأي عمل بيكون أكيد عم بيخدم في النظام، وبيكون في إعاز من النظام وتوجيه من النظام. يعني لا يمكن أحيانا عمليات تضارب المصالح لهالمجموعات هذه بيبقى جدا محدود وبعلى الطاق ضيق جدا. العملية هذه بحد ذاتها هي موجهة تماما إلى المرحلة القادمة. يعني لو كانت العملية أن تكون بعفرين كنا قلنا فيها نوع من عملية الانتقام فيما يخص موضوع الأكراد ما شابه ذلك، بينما هي في عزاز بالذات في أغلبية عربية فيها في أكراد بطبيعة الحال، لكن بالحقيقة هي رسالة موجهة تماما للمرحلة القادمة اللي هي مرحلة ما يسمى التفاوض، مرحلة بناء ما يسمى المنطقة الآمنة. يعني اللي عم بتقول إنه تركيا وصلت لاتفاق ما
مع الروس في شأنه. مفاد الرسالة، مفاد الرسالة يعني. رسالة إلى المنطقة الآمنة بأنه احنا قادرين نوصل في أي أيوة وقت من الأوقات إلى العمق. نعم، منطقة عزاز يعني منطقة تعتبر تعتبر خارج سيطرة النظام. نعم ومنطقة آمنة تستعد تركيا لأن تجعلها آمنة، فهي رسائل لتركيا يعني تقصد؟ بالضبط، هي رسالة لمن يدعي لتركيا، في لأنه تركيا حاليا صرح رئيس الوزراء وصرح بطبيعة الحال أردوغان أنه سيتم الاتفاق تم اتفاق مع الروس وسم الاتفاق مع ترامب فيما يخص المنطقة الآمنة، يعني أيوة. المنطقة الآمنة بدها موافقة روسية أمريكية بنفس الوقت، طيب ولذلك هي رسالة إلى يعني موجهة تماما إلى من يتصور أنه هو قادر على إقامة منطقة حظر جوي أو منطقة آمنة بنفس الوقت، أنه النظام وداعش وحزب الله ومن هو البي بي كي بنفس الوقت قادرين أن يكونوا أن يصلوا إلى عمق تلك المنطقة الآمنة. طيب أعود إلى أستاذ مضر. أستاذ مضر، لديك معلومات يعني طرحتها مثيرة حقيقة، ولكن المثير أكثر، لماذا هذا الوضع الأمني الهش في مناطق سيطرة الثوار؟ ألم نأخذ دروسا كافية من السنوات الخمس الماضية؟ وأنت تحدثت أنك يعني حذرتهم كثيرا، ويعني كان لكم دور بتخفيف هذه العمليات الإرهابية داخل مناطق الثوار. نعم، أولا علينا أن نضع النقاط على الحروف. هناك اختراقات كبيرة جدا، وخاصة لدى الكتائب مثل جبهة النصرة ومثل أحرار الشام، لديهم اختراقات كبيرة جدا. أي شخص يأتي إليهم مبايع وهم يقبلون. نعم أستاذ مضر، يبدو أن الصوت تقطع مع الأستاذ مضر، يبدو أن هنالك مشكلة ما في الصوت. لا ضير، على كل الأحوال سنحاول أن نعيد الاتصال بالأستاذ مضر. أعود إلى الأستاذ جميل. أستاذ جميل، يعني أحيل إليك نفس السؤال الذي قلته أو سألته منذ قليل للأستاذ مضر. ألم نتعلم الدروس يعني خمس سنوات؟ بطبيعة الحال نحن في عندنا عجز، يعني كان في مطالبة في البداية بأنه مع تشكيل الجيش الحر أن تكون هنالك شرطة حرة، يعني تكون هنالك في عندي أفراد وأعداد ضخمة جدا من ضباط الشرطة وصف ضباط وأفراد من الشرطة، هي عاطلين عن العمل، ما في أي عمل بيأدوه. كان في إطار أنه يتم هنالك إنشاء ما يسمى الشرطة الحرة لتقوم بعملية الأمن، أيضا أن تكون هنالك كمان وحدات استطلاع، خلينا نسميها وحدات لأمن الثورة، اللي هي ممكن تعتبر مثل المباحث، بتقوم بدورها كمان في عملية يعني حالة استباقية للمواضيع هذه، أو أن تكون لحد ما في عندها عيون داخل السلطة، إذا في أي عمل من هالنوع هذا بده يتم بتكون عملت حالة من حالات الردع أو حالة من حالات القبض على العناصر هذه. في عجز في الناحية هذه، والاساس هو العجز قائم انه ما قدرنا احنا، يعني احنا قلنا عندنا مناطق محرره، هي التعبير كلمه مناطق محرره تعبير غير دقيق، هي مناطق خرج منها النظام، ولكن حتى الثوار او حتى الحرب ما قدروا يملوا الفراغ هذا، لا قدروا يملوه لا امنيا ولا من ناحيه اداريا ولا من ناحيه حتى حاله السلم في المناطق هذه. فالعجز هذا اكيد يعني بده يترك مناطق في خلل أمني، بده يكون في خلل اقتصادي اجتماعي موجود في المنطقة هذه. أكبر غلط أنه نحن هالمناطق هذه ربما قد يكون النظام خرج منها لعدم قدرته على حمايتها، وترك الحقيقة عبارة عن مناطق بتشكل بالنسبة للثورة عبء، أيوة. وبتشكل ضرر وبتعطي صورة سيئة أو سلبية تماما على قدرة الثوار على أنه فعلا يعني يتمكنوا من الحفاظ على تلك المناطق. طيب أنت تحدثت يعني أستاذ جميل وقلت أن يعني أن هنالك خروقات أمنية وما إلى هنالك، وينبغي أن يكون هنالك شرطة حرة وغير ذلك. طيب أين الدور التركي؟ هذه المنطقة التي أصبحت فيها التفجيرات وكثرت فيها التفجيرات، يعني مناطق في إدلب وفي الريف الشمالي لحلب، وهي مناطق يعني ملاصقة على الحدود مع تركيا. طيب أين الدور التركي في تدريب الجيش الحر؟ يعني ما بنقدر نحن نحمل أتراك مسؤولية الأمن للمناطق هذه نهائيا، يعني أتراك إلى حد ما دخلوا في منطقة بالدعم لدرع الفرات في جرابلس وحاليا في الباب، لكن ما بنقدر نحن نطلب من الأتراك أكثر من ذلك، لأنه أتراك قالوا ممكن أن تكون هنالك حماية لو كانت المنطقة متعارف عليها دوليا أنه هي منطقة آمنة. طيب. وقت بيكون الدخول التركي إلها دخول في غطاء، أما حاليا أن نحمل الأتراك عملية مسؤولية الحفاظ على السلم أو الأمن
في منطقة عزاز أو أي مناطق أخرى. طيب. يعني بيكون عملية ما منطقية نهائيا. يعني أنا أقصد من ناحية التدريب، عندك شرطة وأجهزة أمنية وأجهزة مخابراتية حتى تقدر تمنع أي عملية من أنواع الاختراق هذه. طيب. نحن بنلاحظ حتى داخل تركيا هنالك عمليات تفجير، يعني طيب. في مناطق التي تركيا تبسط سيطرتها بالكامل في تفجير، في اسطنبول، في أنقرة، في غازي عنتاب، كل مناطق اللي هي تحت سيطرة تركيا. لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا بدي يكون أنا مثل ما أقول الطابور الخامس موجود في ظهرين، من الصعب تماما أنه نحتاط من هذا بهذا، يعني ممكن أن نحد لكن نعم. أن تنهيها بشكل كامل مستحيل. نعم، ربما يعني أنا أقصد يعني فقط أن يكون هنالك تدريب، ما تجهيزات، ما ربما ستتنبه تركيا لاحقا لهذا الموضوع. على كل أحوال هنالك تسريبات، هناك تسريبات أن هنالك 10,000 عنصر يتم تدريبهم داخل تركيا حاليا. نعم، ما معك مدى دقة هذا الكلام، بس بيتهيالي هنالك شيء من هذا القبيل. جميل. يعني ربما أن تكون تركيا بتجهز إلى ما يسمى المنطقة الآمنة، لكن تجهيز المنطقة الآمنة تحتاج إلى أمن سوري، يعني أمن من قبل أمن سوري من أهل المنطقة حر. يعني من أهل المنطقة يمكن أن تطلب من الأتراك بالنسبة للغة وبالنسبة نعم. للمناطق ومعرفة الوجوه ومعرفة الجغرافيا، أن تطلب منهم حماية تلك المناطق. يجب الاعتماد على سوريين من نعم. الجيش الحر، من الشرطة الحرة، من مواطنين بتم تدريبهم على الحفظ على الأمن بهالمناطق هذه. نعم، في نهاية المطاف أشكر ضيوفي الأستاذ جميل عمار المحلل السياسي والمعارض المستقل، كان معنا من السويد، شكرا جزيلا لك أستاذ جميل. نعم، وأشكر وأعتذر أيضا من الأستاذ مضر حماد أسعد القيادي في الكتلة الوطنية الجامعة، كان معنا من مدينة أورفا من تركيا، وأعتذر للمشاهدين أيضا عن انقطاع الاتصال معه، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء في أخبار أخرى لنرصد لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، دمتم بخير، إلى اللقاء.